الله وبركاته، جزاكم الله بخير. صوت واضح عندكم؟ طيب، في هذا الأسبوع إن شاء الله سوف ننتهي من المنهج بإذن الله جل وعلا. سوف نكثف اللقاءات بحسب ما يسمح به الوقت، وأنا أعرف أن بعض اللقاءات قد تتعارض مع مستويات أخرى، لكن النظام نص على أن تضاف المحاضرات بشرط ألا تعارض بمحاضرات في نفس المستوى. ألا تعارض بمحاضرات في نفس المستوى، لكن هو الإشكال أن النظام الآن لا يحدد هل هناك محاضرة أو لا، فقط تستطيع أن تدخل على الجدول الرئيسي وتختار أي وقت من الجدول الرئيسي، ولا تعرف هل الأستاذ الآخر وضع محاضرات أو لا. فنحن نحاول يعني نسدد ونقالب وننتهي من هذا الفصل، والذي يفوته شيء يعني يمكن الاستعانة بمن يحضر اللقاء. في هذا اليوم إن شاء الله نبدأ من مبحث المطلق والمقيد. الحين بعض الناس يظن أنه يعني ليس عندي عمل إلا هالمحاضرات، يقول حطها المغرب، حطها العشاء، حطها في أعمال أخرى. طيب، أظن وصلنا المطلق والمقيد، صحيح؟ المطلق والمقيد هذان مصطلحان أصوليان. يقصد بالمطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها، ودائما يمثلون بقوله جل وعلا: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. ويقولون لفظ رقبة هنا فتحرير رقبة، لفظ رقبة في الآية جاءت مطلقة، الرقبة المأمور عتقها جاءت مطلقة، لم توصف بأي قيد آخر، يعني لم يأتي في النص رقبة مسلمة، رقبة مؤمنة، رقبة بيضاء، رقبة حمراء، رقبة فيها الصفة الفلانية، جاءت مطلقة. هذا هو الإطلاق أو اللفظ المطلق. اللفظ المطلق هو اللفظ الدال على الحقيقة من غير وصف زائد عليها. لو أقول مثلا: أعطي امرأة ألفا، أعطي رجلا ألفا، هذا الشخص الموكل يستطيع أن يعطي أي امرأة، يستطيع أن يعطي أي رجل، لأن أي امرأة أو أي رجل يصدق عليها الوصف. لكن لما أقول أعطي امرأة مؤمنة، أعطي رجلا مؤمنا، كل من تحقق فيه هذا الوصف في الجملة في الظاهر فإنه يجزي أن يعطيه. أو أقول أعطي امرأة بيضاء، أعطي رجلا أبيض، أو أحدد جنسية معينة. فلما أحدد هنا أقيد، لما أحدد أقيد، أعطي طالبا مجتهدا، فإذا دخل على السجل الأكاديمي ووجد أنه ممتاز مثلا يتحقق فيه هذا الوصف. فالتقييد أو المقيد هو اللفظ الذي يتناول معين أو موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه. أعيد التعريف:
هو اللغو الذي يتناول معين، زيد من الناس معين، أو موصوف بوصف زائد على حقيقة جنسه. وبالمثال يتضح المقال. قال جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنة لما جاء وصف الإيمان عد ذلك من باب التقييد. فلفظ الرقبة الأول المطلق جاء تقييده بوصف الإيمان. الآن عرفنا المطلق والمقيد، ومثال المطلق ومثال المقيد. هنا قاعدة، وهي قاعدة حمل المطلق على المقيد. المطلق إذا لم يأتي ما يقيده فإنه يحمل على إطلاقه، يبقى مطلق، يبقى على إطلاقه، هذه هي القاعدة. وإذا ورد ما يفيد التقييد فإنه يجب حمل المطلق على المقيد، يجب حمل المطلق على المقيد. ما معنى هذه الكلمة يجب حمل المطلق على المقيد؟ والله يا مريم انت تنسخين نسخ كامل، اريد من فهم، انا اريد من فهم حتى لو بعبارة، يعني ليست عبارة علمية، عبارة عن ما معنى حمل المطلق على المقيد. ايش معنى هالكلمة او هالجملة؟ يقول سارة أن يكون حكمه نفس حكم المقيد. يا سلام، كلام صحيح. أول جواب وهو جواب جميل. إذا قلنا حمل المطلق على المقيد معنى هذا أن المطلق في الآية أو في النص أو في الكلام يصير حكمه نفس حكم المقيد، يصير حكمه مثل حكم المقيد، بمعنى أن النص المقيد يصبح حاكما على المطلق. اللفظ المقيد يصير حاكم على المطلق، بمعنى أننا أدخلنا التقييد على الإطلاق، فذهب حكم الإطلاق وبقي حكم التقييد. الآن لما أقول أكرم طالبا أو أكرم طالبة، هذا مطلق. لكن لما أقول أكرم طالبة مجتهدة أو أكرم طالبا مجتهدا، انتهى الحكم الأول حكم الإطلاق، وأصبح التقييد هو المسيطر على هذا الوصف. هنا من النقاط المهمة في المطلق والمقيد حالات ورود المطلق على المقيد. إذا جاء المطلق في موضع والمقيد في موضع آخر في نص آخر، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ هناك حالات ذكرها أهل العلم. الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب في الموضعين، أن يتفق الحكم والسبب في الموضعين. السبب هو سبب التشريع، المقصود بالسبب هنا سبب التشريع. مثلا يمثلون بآية حرمت عليكم الميت والدم، هذه الآية جاءت مطلقة في تحريم أي دم، أي دم فإنه يكون محرما بهذه الآية، حرمت عليكم الميت والدم. جاءت آية أخرى
فيها أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا. فالدم في الآية الأولى مطلق، وفي الآية الثانية مقيد بكونه مسفوحا. في الآية الثانية مقيد بكونه مسفوحا. فما العمل في هذه الصورة؟ هذه الصورة إذا اتفق الحكم، إذا اتفق الحكم وهو التحريم هنا، الحكم هنا التحريم. يقول هدى ما معنى مسفوح؟ الدم المسفوح هو الدم الذي يخرج عند ذبح الذبيحة، ليس الدم الذي يبقى في عروق الذبيحة أو داخل اللحم، لا، الدم الذي يخرج عند الذبح هذا المسفوح الذي هو نجس، الذي يكون عند الذبح هذا هو المسفوح. واضح؟ هذه الحالة حينما يتفق الحكم والسبب في الموضعين، اتفق العلماء على أنه يحمل المطلق على المقيد، لأنه اتفق السبب والحكم، فالسبب هنا كونه دم والحكم هو التحريم، فالدم المحرم هو الدم المسفوح، الدم المحرم هو الدم المسفوح. الحالة الثانية عكس الأولى. ما هي الحالة الثانية؟ عكس الأولى. لخمسة ربع. يعني خمسة عشر، خمسة ربع. أن يختلف الحكم والسبب عكس الأولى. الأولى قلنا أن يتفق الحكم والسبب، هذه أن يختلف الحكم والسبب. يمثلون لها بقوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. وجاء في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق. في السرقة جاءت الأيدي مطلقة، السرقة جاءت الأيدي مطلقة، وفي الوضوء جاءت مقيدة بالمرافق، وفي الوضوء جاءت مقيدة بالمرافق. هنا جاءت مطلقة وهنا جاءت مقيدة، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ الحكم في الأولى هو القطع، والحكم في الثانية هو الغسل، والسبب في الأولى هو السرقة، والسبب في الثانية هو الحدث. هنا اختلف الحكم والسبب. هذه الحالة اتفق العلماء على أنه لا يحمل، لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد. إذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد. فعندنا الأولى، الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب، هذه يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء، وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. الحالة الثالثة والرابعة هي التي فيها خلاف. الحالة الثالثة والرابعة. الحالة الثالثة أن يتحد الحكم في النصين، في المثالين، في الشاهدين، أن يختلف الحكم، أن يتحد الحكم ويختلف السبب، أن يتحد الحكم في الموضعين ويختلف السبب. يمثلون بنقض الرقبة في آية الظهار، فتحرير رقبة.
جاء مطلقا في آية الظهار، وجاء مقيدا في آية كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مؤمنة. فالحكم في الآيتين واحد، الحكم في الآيتين واحد، وهو العتق، عتق الرقبة. لكن السبب مختلف، لكن السبب مختلف. في الآية الأولى السبب هو الظهار، والسبب في الآية الثانية هو القتل، القتل خطأ طبعا. هذه الحالة محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح هو حمل المطلق على المقيد، فيكون كذلك الرقبة المشترطة في كفارة الظهار الصحيح أنها يشترط أن تكون مؤمنة. الرقبة المشترطة في كفارة الظهار تكون مؤمنة بناء على حمل المطلق، بناء على حمل المطلق على المقيد. الحالة الأخيرة وهي الرابعة عكس الثالثة، أن يتحد السبب ويختلف الحكم، أن يتحد السبب ويختلف الحكم. مثل قوله جل وعلا: وأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي الآية الأخرى: وأيديكم إلى المرافق. وأيديكم إلى المرافق جاء فيها مقيد بالمطلق، والآية الثانية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم جاءت مطلقة، والأولى في الغسل والثانية في المسح بالتراب التيمم. هنا السبب واحد وهو إرادة رفع الحدث، إرادة رفع الحدث، لكن الحكم مختلف، الحكم مختلف. هذه الحالة محل خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح أنه لا يحمل المطلق على المقيد حينما يختلف الحكم ويتحد السبب. إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، مثل هذه الحالة. نمثل بمثال للتوضيح، وهذا يعني هذا المثال يعني بالنسبة للرجال أكثر من النساء. في مسألة الإسبال، إسبال الثياب، جاءت أحاديث بالتحريم بدون وصف الخيلاء، وجاءت أحاديث بذكر وصف الخيلاء، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ وهذه المسألة تبع أي حالة من حالات الأربعة؟
أحسنت يا سارة. الحالة الأولى، نعم، اتفق الحكم والصلة في الموضع. لذلك في الصحيح أنه أن التحريم في الإسبال بالنسبة للرجال، طبعا ليس بالنسبة للحريم، بالنسبة للرجال، حكم مختص بالرجال، الإسبال يكون في حالة الخيلاء فقط بناء على القاعدة التي معنا، وإن كان بعض الناس يعني لا يطبق القاعدة على وجه الصحة، لا يطبق القاعدة على وجه الصحة، ويقول أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل الصحيح أنه يحمل، أنه يحمل المطلق على المقيد، فيكون التحريم مختص فقط بحالة الخيلاء. هذه مسألة يعني مذكورة في الفقه، المقصود فقط هنا التفصيل. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى المنطوق والمفهوم، إلى المنطوق والمفهوم. ما المقصود بالمنطوق؟ المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو المعنى المستفاد من صريح النطق، مثل وأقيم الصلاة، فالأمر هنا إقامة الصلاة، وهو المعنى المستفاد من صريح، من صريح اللفظ، هذا هو المنطوق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أو المعنى المستفاد من صريح النطق. المفهوم هو عكس المنطوق، المفهوم هو عكس المنطوق، والمقصود بالمفهوم هو المعنى اللازم الذي لم يصرح به، المعنى اللازم الذي لم يصرح به، مثل قوله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الآية هنا صريحها ومنطوقها هو تحريم التأثير، وهذا جاء بصريح الله، تحريم التأثير. طيب، ما هو أشد من التأثير؟ ما حكمه؟ ما كان أشد من التأثير؟ محرم، صحيح. كيف عرفنا أنه محرم؟ عرفنا أنه محرم بالمفهوم، عرفنا أنه محرم بالمفهوم. فالمنطوق دل على التحريم، تحريم التأثير فقط، والمفهوم حرم ما سواه مما كان مساويا أو أعلى، مما كان مساويا، مثلا أي كلمة مساوية أو أعلى في السب والشتم والضرب ونحو ذلك. طيب، أنواع المفهوم. المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة، وإما أن يكون مفهوم مخالفة. المفهوم إما أن يكون مفهوم موافقة، وإما أن يكون مفهوم مخالفة. المقصود بمفهوم الموافقة هو كون المعنى المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، يكون المعنى المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق. وهذا المفهوم، مفهوم الموافقة، إما أن يكون مفهوم موافقة أولوي، يعني أولى، أو يكون مساوي. الأولوي مثل تحريم الضرب، ضرب الوالدين، فلا تقل لهما أف، هذا دل على تحريم التأثير، لكنه يدل بطريق أولى على ما هو أعلى من هذا، الضرب، فهذا مفهوم موافقة أولوي. مفهوم موافقة مساوي مثلا: أي كلمة مساوية للتأفيف. مثال آخر: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب، هذه الآية تدل على تحريم، تدل على تحريم الأكل من أموال اليتامى بمنطوقها، وتدل على تحريم كل ما فيه تفويت لمال يتيم بأي طريقة، بأي طريقة أخرى،
وهذا مفهوم موافقة، مفهوم موافقة مساوي. مفهوم المخالفة هو كون المعنى المسكوت عنه مخالفا في الحكم للمنطوق، وهذه أنواع. مفهوم المخالفة أنواع، مثل مفهوم الصفة، قال في سائمة الغنم إذا كانت 40 فيها شاة، فتخصيص السائمة بالذكر في سائمة الغنم، تخصيص السائمة بالذكر يعني أن التي تعلف لا زكاة فيها، هذا يسمى مفهوم مخالفة بالصفة. بالصفة الثاني مفهوم الشرط، وعندكم في المذكرة المختصرة هذه مقررة فيها خطأ، هي مفهوم الشرط. مفهوم الشرط النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل على المرأة إذا احتلمت غسل، يعني هل المرأة مثل الرجل في هذا، هل على المرأة إذا احتلمت غسل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ما هو الشرط؟ الشرط إذا رأت الماء. إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. فيفهم من هذا مفهوم المخالفة بالشرط، فيفهم من هذا أنها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها. يفهم من هذا أنها إذا لم تر الماء فلا غسل عليها، هذا هو مفهوم المخالفة بالشرط. مفهوم العدد، تجلدوهم 80 جلدة، يدل بمنطوقه على أن الجلد 80. طيب بالمفهوم، بالمفهوم يدل على المنع من الزيادة والمنع من النقصان. على المنع من الزيادة والمنع من النقصان. مفهوم الغاية، ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. مفهومه أنه يجوز القربان بعد الطهر، يجوز القربان بعد الطهر. طيب آخر نقطة، حجية مفهوم المخالفة، حجية مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور، جمهور العلماء. حجة بمعنى أنه يستدل به، معنى حجة أي أنه يستدل به خلافا للحنفية. والدليل على أنه حجة أن الصحابة استدلوا به، والدليل على أنه حجة أن الصحابة استدلوا به في قصة مشهورة، أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألم يقل الله جل وعلا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الله الناس. فهو يستعجب ويستغرب ويسأل، يقول إن القصر كان وقت الخوف والآن قد ذهب الخوف، فلماذا نقصر؟ ونستدل بمفهوم المخالفة، إن الله جل وعلا قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فمفهوم ذلك، مفهوم المخالفة، أنه في حال الأمن من يعني في حال عدم وجود الخوف، في حال الأمن فإنه لا يحق لنا القصر، فإنه لا يحق لنا القصر. فقال عمر له: عجبت، يعني أنا عمر يقول عجبت مما عجبت منه يا يعلى، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقة. فالشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم وهم من فصحاء العرب ونزل القرآن بلغتهم يفهمون من تخصيص الحكم بوصف معين انتفاء الحكم إذا لم يوجد، إذا لم يوجد ذلك الوصف، إذا لم يوجد ذلك
ذلك الوصف. نكون بهذا قد انتهينا مما هو مقرر في هذا اللقاء، والبقية إن شاء الله في اللقاء القادم إذا في سؤال فيما يتعلق بدرس اليوم وإشكال تفضل. يا فاطمة الظهار، مثال ذلك أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يحرمها عليه، يقول أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، يعني يحرمها عليه. هذا هو الظهار، وله كفارة في الشريعة. منار مفهوم العدد بالدال، مفهوم العدد بالدال وليس باللام. تمارين جلد عدد هذا. لا ليس هذا. يا ريم، الشرق ليس الشق، خطأ هذا في المذكرة. الشرق مفهوم الشرق بالطاء. يا عبد الرحمن، اللقاءات يا 11 يا 12 على حسب الوقت. ماذا نصنع يا سلمى؟ هذا هو واقع، واقع الحال. لو أن الجدول واضح من قبل عمادة لما حصل التعارض. بالنسبة لتخصيص القرآن بالقرآن والسنة بالسنة معنا كلها، اللي تكلمت عنها في اللقاء هي التي معكم، التي تكلمت عنها في اللقاء السابق هي التي معكم. طبعا في آخر محاضرة سوف نراجع ونذكر كذلك طريقة الأسئلة والأشياء المهمة إن شاء الله. هنا مكتوب مثال على طريقة الأسئلة، يعني من باب مكتوب في المذكرة المختصرة. السؤال: إذا اختلف الحكم والسبب في المطلق والمقيد، الخيار الأول يحمل المطلق على المقيد في القول الراجح، الخيار الثاني لا يحمل المطلق على المقيد على القول الراجح، الخيار الثالث يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء، الخيار الرابع لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. ما هو الجواب الصحيح؟ نعم، لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. مثال ثاني أو سؤال ثاني: مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة حجة عند واحد
جميع العلماء، اثنين عند جمهور العلماء، ثلاثة عند الحنفية، أربعة عند الحنابلة. ما هو الجواب الصحيح؟ صحيح يا سارة، صحيح يا سارة، عند جمهور العلماء حجة، اللي هو الخيار الثاني عند جمهور العلماء. طيب أنا أغادركم الآن، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء الثامن الساعة 9 إن شاء الله، الساعة 9 بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق، ونشوفكم على خير، ويومكم سعيد، وفي أمان الله. مع السلامة.